المحاضرة الأخيرة ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني عن بعد اللي تقع ضمن مادة الكمبيوتر ساينس. عنوان المحاضرة مالت اليوم اللي هي Using Animations and Multimedia. أعتقد الصوت واضح طلاب، والواجهة مظهرة أمامكم حتى نبلش إن شاء الله. وبالنسبة للرابط الحضور إن شاء الله سوف يصلكم تباعا حتى تسجلون الحضور مالتكم. أحد الطلاب يجاوبني، كمل. طلابنا الأعزاء، أحد صوت واضح؟ لو اضطر أرجع. نعم دكتور واضح، نعم، تعرف ليش على تأخر؟ صوتك. تمام، عين السرعة. بالاستخدام طبعا بهذا الجزء، جزء مهم عندنا جدا اللي هو المتعلق بعملية الانيميشن بيني. اوكي، انيميشن بين هذه لو تلاحظون عندي 3 انواع من الستارز، اللي هو اليلو بالنسبة كذلك الجرين، ومن ثم الريد ستارز. كل لون راح يرمز لي الى جزء معين، وليكن مثلا اليلو ايكونز اللي هي اليلو ستارز انتيكيتس الانفيسز افكتس. اوكي، بالاضافه الى انه اللون الجرين راح يمثل لي الانتيكيتس الانترانس افكتس واللي هي تاثيرات الادخال. يعني بما معناه انه اي اوبجكتس ممكن انه اسوي له عمليه انيميشن داخل السلايد، لابد يكون بايش عمليه ادخال هذا الجزء كيف يتم، عمليه تاكيده كيف يتم، عمليه الخروج لهذا الانتيكيت. يعني مثلا اذا اريد انتقل بحركه اي سياره معينه داخل في الجزء معين، اكيد اكو نقطه انطلاق، نقطه وصول، نقطه الخروج من هذه السلايد، وهكذا. نفس الحاله هنا، أنا اي انيميشن لاي طائر او اي طائره او اي جزء اوبجكت ممكن نحركه، لابد الى مدخل وعملية انفيسز انفيسز افكتس، بالإضافة إلى الاكزيت اللي هو ممكن انه يخرج من السلايد. عندي جزء اللي هو الريد راح يمثل لي الايفنتس اللي تحدث اون ماوس، العفو بالنسبة للريد ايكونز راح يمثل لي الاكزيت افكتس، اذا انترانس انفيسز ومن ثم الاكزيت. الحركة بالنسبة لنا ممكن تكون باستخدام التايمينج اوتوماتيكلي. اوكي، انه من جزء الى جزء اخر يدخل، اكون موجود عندي تايمينج وليكن بالثواني موجود، وسرح نشرح ان شاء الله. بالاضافه قد يكون باستخدام الكليك، اوكي، اللي استخدام النقره على التاتش باد او الماوس ممكن نحقق هذا الشيء. هذا الجزء راح يمثل لي التسلسل بالنسبه لي، يمكننا ايش تو ري اوردر ذا انيميشن، عمليه ترتيب الحركة بالنسبة للأوبجكتس اللي راح نقعد نحركها. هذا البارز راح يمثل لي ايش durations of the animations، اللي هو التايمينج اللي راح يستغرق الأوبجكتس أثناء الحركة. هذه بعض الحركات اللي ممكن ناخذها بالترانزيشنز، وراح نشوف الترانزيشنز شنو نقصد به هنا. يعني السلايد عندي عندما اريد اتحرك من سلايد الى سلايد ممكن احركه بحركه معينه، ولتكن المورف ولتكن الكات او الوايب او السبلت او اي جزء من هذه الاجزاء، سواء كانت سبتلي اور اكسايتنج اور دايناميك كونتنت. عندنا كل جزء ممكن نحركه بالشكل اللي انا اريده، وراح اختاره، وبالتالي راح اشوفه انه هذا الجزء مناسب او غير مناسب. تلاحظون انا هسه هنا انتقل من سلايد الى سلايد اخر باستخدام التاتش، اوكي، حتى ياخذ الاوبجكتس. اوكي، تلاحظون هذا الانيميشن اللي حصل هنا ما كنا نستخدمه بالانيميشن السابق او بالسلايدات السابقه، بس هنا الامر طلب انه لابد انه استخدم حركه استخدمتها. الترانزيشنز نقصد به are animated effects that occur when you move from one slide to another. Okay, they differ from animation in that animations apply to individual items on a slide, whereas transitions apply only to entry سلايدز. بالنسبة لنا يو كان انتري، ممكن نسيطر على الافكتات هذه من خلال سرعة السلايد. اوكي، يعني نبطئ نسرعه، هاي حسب ما انا اريد. اوكي، ومن ثم نوع الافكت، وبالتالي ان كان هنالك اضافه ساوند افكت اي ممكن انه استخدمه، فهذه اللي ممكن ناخذها، وباي اتجاه ممكن نسوي عمليه الترانزيشنز. لاحظ هنا ظهور المقطع الثاني بالسلايدز. اوكي،
اختلفت عن الحركة الأولى. هنا أنا بس أحب أوضح، لأنه عملية الأدفانس أوتوماتيكلي ممكن تتم عملية الحركة، ممكن تستخدم الماوس بها قلنا أوكي، وممكن نستخدم التايم. هنا أنا التايم راح يكون عندي متحرك، ممكن نستخدمه بالثواني أو أكثر، وهكذا يعني حسب ما أني أريد. راح ننتقل تلاحظون إلى سلايد آخر. أوكي، تلاحظوا هاي الحركة، هذه انا مبطئه جدا، ممكن تسرع حسب ما انت تريد من خلال الديوريشنز. بالنسبه للانيميشنز are affected apply to placeholders or other content to move the content in equal ways on the slides. الانيميشن can be roughly divided into four types. هذه تكلمنا عنها، قد تكون entrance effect، قد تكون emphasis effect، ومن ثم exit effect أو emotion path. يعني الحركة اللي موجودة عندي وقلنا تكلمنا عنها حركة إدخال دخول، ممكن تدخل على السلايد أوكي، وراح نشوف هاي بالتفصيل. أو ممكن أستخدم ال emphasis effect، أو أستخدم حركة خروج للإفكت ومن ثم motion path. يعني بما معناه أنه أي object راح أستخدمه وأدخله على السلايد لابد عندي نقطة دخول، نقطة أأكد بها الحركة، ونقطة خروج الأوبجكتس من السلايد، وبالتالي تجي حركة الكائن الآخر هكذا. أما إذا أردت باث معين، أنه ممكن أستخدم طائرة أحركها بمسار من from point A to point B، أو أستخدم مثلا حركة كارز نفس الحالة، قد تكون هذه الموشنز نحو الليفت أو نحو الرايت وهكذا. تلاحظون أنواع الحركات أو الموشنز اللي موجودة اللي تخص الباث الجزء الأخير اوكي. قد تكون دايجونال اوكي، يعني عندي نقطه قطريه ممكن استخدمها من مكان معين الى مكان معين اخر. قد يكون باتجاه الليفت، قد يكون الليفت هو الرجوع الى الباك بالنسبه للسياره، بالنسبه للرايت قد يكون تقدم نحو الامام، وهكذا حسب ما اني استخدم. بالاضافه الى الحركات الاخرى اللي تكون حركات خاصه اوكي، ممكن تكون بشكل كيف او باستخدام بين وهكذا. الجزء الاخر اللي ممكن ناخذه بنظر الاعتبار هو الانيميشن سكند، العفو سيتنج. بالنسبه لنا للانيميشن اكو عندي نقطه ممكن نبدا بها للاوبجكتس، قد يكون حسب بعد ما تنتهي السلايد السابق ابدا اقول له حركه، ابدي لي منها الديوريشن الزمن مالته ايش قد راح يستغرق، بالاضافه ايش قد راح اسوي له عمليه ديلي بالاظهار اوكي وهكذا. راح نشوف ان شاء الله. تلاحظون هنا عمليه الادينج بالنسبه للميديا كليبس تو برزنتيشنز. بالنسبه لعمليه اضافه الميديا، تعرفون الميديا عندي جزئين، اما تكون اوديو او تكون فيديو. بالنسبة للأوديو اللي هو يمثل الصوت هنا، وعملية إضافة مقطع صوتي ممكن أضيفه عن طريق الأونلاين، الصوت هذا ممكن الأونلاين عندي موجود عن طريق العفو، هذه الأصوات موجودة أقدر أستغرقها أجيبها من خلال سي دي، أو تكون مخزنة عندي بجهاز الحاسوب. إذا تريد أونلاين فأكيد يعني أنا بعض الحركة الأصوات الأوديو ممكن قد أستعين مرات إذا ما أوجدها أحصلها من خلال الأونلاين اوكي، وراح نشوف عملية استدعائها كيف تتم. كذلك الفيديو اللي هي عملية التحريك للبكتشرز اوكي، هذه يعتبر فيديو، ومن ثم عملية السكرين ريكوردينج عملية تسجيل الشاشة اوكي. عندنا بعض الكليبات كان اد انترست to a presentation by drawing the audience attention more than a static show. Then you can include your own audio and video clips وهكذا. اذا ممكن انه تسجل هذه الاشياء او نسجل الاوديو او الفيديو، وكذلك كل الاشياء المتعلقه باستخدام اليوتيوب سيرش اوكي. اذا نستخدم الفيديو امبيد كود او تو انسيرت الفيديو تو، ممكن مرات نستخدم من خلال الفيسبوك او يعني اي جزء من اجزاء الاونلاين. لو تلاحظون هنا أنا مدخلين اوبجكتس اللي هو الامبيولانس كار، والحركة مالتها قد تكون نحو الليفت، قد تكون نحو اليمين، بالإضافة لعملية إدخال الأوديو أوكي. هنا أنا لو تلاحظون لو أريد أطلع من هذا الجزء وأشوف هذا الجزء المتعلق بهذه الأشياء، تلاحظون أنه أنا هذا الأوبجكت اللي عندي موجود ممكن أدخله عن طريق مثلا الأونلاين بيكتشرز
اوكي اذا بيكتشرز مخزون عندي ما عندي مشكله، وممكن نستخدم الاونلاين بيكتشرز، وممكن نستخدم اي جزء خاص بهذا الشكل. مثلا اذا ردت مثلا اول صوره اللي هي الهوسبيتال illustrations مثلا، راح نشوف ايش راح تظهر لنا. اوكي شوف كل الاشياء اللي لها علاقه بالمنشأ المستشفى، اوكي ممكن ناخذه بنظر الاعتبار. لو تلاحظون كل الاشياء اللي ممكن نستخدمها، فمثلا لو اريد استخدم اي شكل من الاشكال، احنا الباك جراوند مستخدم هذه الاشكال اوكي، وماخذها بنظر الاعتبار. اشياء اخرى ممكن نستفاد من عندها، مثلا اي جزء ممكن وليكن هؤلاء. اذا اريد اسوي له عمليه انسيرت، راح نشوف نسوي له عملية ايش داونلود. اوكي ولتكن ممكن اضيفه هنا كواجهة. اوكي عملية الاضافة شلون تمت هنا. كذلك عندي جزء مهم ثاني اللي هو عملية الترانزيشنز اللي تكلمنا عنها. ترانزيشنز هذه كيف تتم؟ تلاحظون ان الباك جراوند عندي هنا كجزء ممكن استخدم بعض الحركات اللي ممكن ولتكن هذه. اوكي لو تلاحظون هذه الحركه ممكن ابطئها بعد اكثر من خلال الديوريشنز. لو تلاحظون نفذها هنا، تلاحظون قبل ما يحصل الحركه راح اوقف. اوكي فتلاحظون هنا الحركه عندي ممكن ابطئها، ممكن فيما يخص ايش عمليه الحركه والانتقال من سلايد الى سلايد اخر. انت فيما يخص الجزء المهم جدا، اوكي طبعا هنا أنا قبل ما ننتقل بالترانزيشنز نقطة مهمة جدا، قلنا اما نستخدم الماوس او نستخدم ايش بعد كذا من الثواني اقول له انتقل. اوكي فانا دائما عن طريق الضغطة مالت الماوس نفعلها فانتقل من مكان الى مكان اخر ومن حركة الى حركة اخرى. اوكي بالاضافة الى الجزء الخاص بالانيميشنز، وهذا الانيميشنز طلاب واضح نكمل ان شاء الله، واضح الامور يمكم لان ما يتقطع بالصوت او بالمحاضرة او بالصورة. اكمل طلاب تستمعوني؟ واضح دكتور واضح. تحياتي الحمد لله شكر. فان شاء الله نتمنى الانترنت يستمر على هذه الوضعية. ففيما يخص الانيميشنز، اوكي قلنا نستخدم اي اوبجكت موجود عندي هنا واستخدم الانيميشن بيني، اوكي اللي هو هذا. لو تلاحظون الانيميشن بيني راح اخذ كل جزء موجود هنا واسوي له ايش عمليه اضافه حركه. هذه الحركه قد تتم ادخال، اوكي ما تفيدني هاي الحركات بالنسبه لي، انا مستخدم اوبجكت سياره، السياره اما تتقدم نحو الامام او تشتغل نحو الخلف. اوكي فهذه بالنسبه لي ما راح اقدر استخدمها، بس هنا أنا ممكن هذه استخدم بها موشن معين وليكن مثلا. لو تلاحظون اوكي اعطها بعض الحركات، ما عجبتني اقعد ارجع اغير الحركه اللي موجوده عندي، اجي اشيرها ولتكن هنا اوكي، وممكن حتى اضيف لها صوت معين يعني. فمن اجي مره ثانيه اسوي لها انيميشنز، اوكي add animations ولتكن مثلا عندي fly اوكي، او تستخدم float، تستخدم split اوكي حسب ما اني اريد، حسب ما ممكن وين يكون هذا. اوكي هذه الحركه ممكن اطبقها. فهنا انا شفت عمليه التطبيق بالنسبه للموشن، شوفوا ترتيبها هنا اوكي، ترتيب الحركه هذا اللي هو بعد ما تتم هذه الاشياء كلها يلا استخدم هذه الحركه. نرجع مره ثانيه نفس الحاله، قلنا الوقت الخاص بالانيميشن بالاضافه التاخير ايش قد اريد اخر وهكذا. عندي هنا الجزء اللي متعلق ايش بالسيكونس اللي تكلمنا عنه، عمليه التحريك بالنسبه ايش للاشياء او السيكونس. مثلا انا اريد هذه ممكن تكون هنا ممكن تنزل نحو الاسفل اوكي حسب التسلسل مالته، اريد هاي الصوره شو وقت. اوكي كذلك موجود عندي بالاد انيميشن، نرجع الى الجزء اللي اختاريناه الثاني
اوكي، وهو نفس الحاله، نزلته من خلال الانسيرت، وانسيرت قلنا اونلاين بيكتشر، وتكتب امبيولانس كار راح تظهر وتنزلها، تسوي لها هنا عمليه انزال. من راح تنزل عندك الصوره، هل تتطلب عمليه موشن او انيميشن؟ اوكي، تتطلب عمليه انيميشن. اجي للانيميشن، طبعا هي ما تفيدها لا انترانس السياره ولا ان فيسز. اوكي، راح نستخدم شنو؟ نستخدم الموشن باثس، اللي هي تستخدم انه ايش؟ عمليه تحريك السياره نحو اليمين او نحو اليسار. اوكي، وليكن هذا، لو تلاحظون عمليه ارجاعها الى الخلف او تقدمها نحو اليمين، وهذا طبعا تسريحها بنفس الحاله باستخدام هذا الجزء. تلاحظون انه ممكن ارجعها نحو الخلف هذه الاوبجكتس، او اقدمها نحو الامام. اوكي، هذه افضل حركه. اذا استخدمت هذه الحركه ما راح تنفعني، هذه الا اللهم بالطسات اللي موجوده عندنا بالشوارع ممكن استخدمها، حركه الساين ويف. اوكي، او حركه الزجزاج، فارجع انه ما راح استخدم اي حركه هنا. بالاضافه الى انه عمليه ادخال الصوت مع كل جزء هذه، والصوت تقدر تدخله كذلك اونلاين، عمليه الانسيرت ونفس الحاله اونلاين، وتقدر تكتب هنا الصوت اللي تريده مثل امبيولانس كار فويس اور ساوند، وتقدر تنزله لان هو يريده هنا بشكل ويف اور اوديو. اوكي، وتستخدم هذا الجزء، ومن ثم عملية التوليف مالته. فبالنسبة للأمبيولس هنا ضفته كصوت هنا، ومن ثم عملية التحريك للسيارة بهذه الحركات. وعندنا قلنا الانيميشن، كل جزء اوقف عليه اسوي له اد انيميشن بهذا الاتجاه. اوكي، ممكن ناخذه بنظر الاعتبار. كذلك الميديا، لو تلاحظون ممكن استخدمه هنا لو اريد. اوكي، حسب ما، واذا اريد التنفيذ من خلال الشو راح يتم من خلال هذا الجزء. تلاحظون ان حركه السلايد اللي استخدمناها، والصوت عندي بالاضافه الى حركه الاوبجكتس وحركه الصوره اللي موجوده عندي، وهكذا. هذا فيما يتعلق بعض الاوبشنات اللي خاصه. اوكي، بالنسبه للانيميشن لو وقفنا على اي جزء معين، اوكي، ولاحظنا بعمليات الإضافة أو الأشياء اللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار، عندي جزئين مهمات أخرى ممكن ناخذها بعمليات انسيرت، ممكن نضيف أوديو أو فيديو. الفيديو ممكن كذلك هم ننزله عن طريق الأونلاين إذا كان عندي، أوكي، عن طريق اليوتيوب، وإذا أضيف مقطع مثلا يشرح عن المستشفيات أو وضع المستشفيات بالعراق، فممكن ننزله من هنا وأسوي له عملية انسيرت. كذلك إذا ردت أسوي عملية انسيرت أونلاين اوديو او اوديو كان عندي مخزن بالحاسبه، اوكي، فممكن استخدمه، او اجري عمليه تسجيل بالنسبه للاوديو. مرات لو حسيت انه مثلا الصوت ما موجود تقدر تسجله من هنا، اوكي، واضيفه. هسه الان انا بديت اسجل صوتي، تلاحظون بيتحرك، فاي مقطع صوتي ممكن اسجله وممكن اضيفه، او ممكن اضيف تعليق بالنسبه لواقع المستشفيات او كذا، في كل ما يتعلق بهذا الجزء، واقول له اوكي. اوكي، وبالتالي راح اضيفه ايش؟ كمقطع. لا، ما راح استخدمه وما استخدم تعليقي، فاحاول احذفه. اوكي، اذا هنا ممكن عمليه اضافه للفيديو، وكذلك اضافه للاوديو. نقطه مهمه عندنا جدا، الا وهي لو تلاحظون اللي هي الانيميشن بين، ممكن ناخذها في كائنات اخرى. أنا مستخدم هنا موضوع الغابة، تلاحظون الطائرة وحركتها، حركة الفراشة كيف تتم، بالإضافة لحركة النسر وحركة باقي الأوبجكتس اللي موجود. هنا أنا ضفت على المنظر بعض الأنيميشنز، أوكي، واللي أنت ممكن تستخدمها أو تستخدم أشياء بعد أفضل. أنا هذا الشكل مستعجل يعني، راح أطلع من هنا وأشوف هنا، تلاحظون حركة النسر هي حركة داينجنال. أوكي، هاي الحركة مالته، راح أشوفك إياها هنا، هذا السهم. اوكي، هاي الحركه شفت انه اقرب حركه الى هذه. بالنسبه لحركه الطائره استخدمت بها هذه الحركه بالانيميشن، مثلا استخدمت هذه النقطه، واللي هاي النقطه جدا مهمه، اللي هي مثلا الدايجونال ابرايت. اوكي، تلاحظون هذه بها حركه انه نقطه انطلاق ونقطه، نقطه من نقطه اي الى نقطه كذا، وهذه
فقط اللي هي حركة الطائرات اللي ممكن تكون حركة قريبة لحركة الطائرة بالانتقال من نقطة إلى نقطة، وعرفت إنه هذه الدايجونال أقرب نقطة لها، العفو أقرب حركة أنيميشن هذه. حركة الفراشة نفس الحالة، هم نستخدم من إلى، من هذه النقطة إلى هذه النقطة دايجونال. حركة هذا الكائن نفس الحالة، أوكي لو تلاحظوا، بالإضافة للتسلسل اللي موجود عندي من جزء إلى جزء آخر. وراح نشوف هنا أنا. تلاحظ حركة الطائرة، حركة الفراشة كيف تتم، حركة النسر، حركة هذا الكائن أوكي اللي هي القطة، وهكذا. هذه بعض الأشياء اللي متعلقة بالإنيميشن اللي موجود عندي واللي أخذتها بنظر الاعتبار. أوكي طبعا التسلسل هنا أنا واضح، وأنا بالنسبة لي هنا أنا انتهت محاضرتي تقريبا، وركزت على الأشياء اللي ممكن نأخذها بنظر الاعتبار. أوكي فأي أشياء ممكن محتاجينها أنه تسألوني عليها، أنا ما عندي كل مشكلة، فقط عندي الأجزاء اللي متعلقة أعتقد هنا أخذتها بنظر الاعتبار واضحة. أوكي هذا فيما يخص الإيموشن. فاللي عنده أي سؤال أو استفسار طلاب، أنا موجود إن شاء الله وأسمع استفساراتكم، أو أي سلايد ما لحقتوا عليه ما عندنا كل مشكلة، نقعد نستعرضه. اللي عنده أي سؤال أو استفسار طلاب فيما يخص محاضرتنا، فيما يخص الحضور، أعتقد السورة أعطتكم الرابط لأنه تسجلون أسماءكم. أوكي العدد قليل بصراحة، ما توقعت، المحاضرة مهمة جدا وراح تكون لها وقع بالامتحان النهائي. إيش عجب هذا الحضور كلش قليل، أعتقد هذا الوقت إنه أغلبكم متواجدين بالبيت، يعني كان تقدر تفتح المحاضرة وتقدر تستفاد من عندها. يعني اللي عنده أي سؤال أو استفسار فيما يخص الأشياء اللي ذكرناها وأخذناها بنظر الاعتبار، أوكي أو أي جزء ما فاهمين ممكن نستخدمه. طلابنا اللي عنده أي سؤال أو استفسار عن السلايدات اللي موجودة، عملية إدخال أي جزء معين بالإضافة على الانيميشن بيني، أوكي كل هاي الأشياء اللي أخذناها بنظر الاعتبار هو ضمن موضوع الانيميشن. نقطة مهمة جدا اللي هي استخدمناها بهذا اليوم هو الانسيرت، أوكي انسيرت اللي هي تتعلق بعملية إضافة بيكتشر أونلاين، أوكي أو إضافة فيديو أونلاين أو إضافة أوديو أونلاين. إن كانت ما متوفرة عندك هاي الأشياء أو تلك المولتي ميديا اللي نقصد عليها بالمولتي ميديا، أوكي اللي هي صلب موضوعنا اليوم اللي هو using animation and multimedia. المولتي ميديا هنا عملية إضافة بيكتشرز، أوكي وعملية إيش animation لهذا البيكتشر، عملية تحريك البيكتشر هذه، ومن ثم إذا تحب بالسلايد عندي إضافة فيديو ممكن نضيفه أما عن طريق الكمبيوتر أو إضافة الأونلاين فيديو، ومن ثم كذلك إضافة الأوديو بثلاث أشياء أو ثلاث أشكال. ممكن الأونلاين يكون عن طريق الأوديو العفو عن طريق الأونلاين، أو الأوديو من طريق عن طريق الأون ماي بي سي اللي هو موجود أصلا بالكمبيوتر مالتي، ومن ثم إذا شفت استعصى عندي عملية الحصول على الأوديو ممكن أسجله تسجيل من أي مقطع، أوكي فقط أسوي له ريكورد أوكي من هذا الجزء واجي اسجله واقدر اضيفه للباوربوينت. اذا هنا تحولنا من مقطع الباوربوينت اللي هو بشكل ثابت اوكي الى سوينا عمليه انيميشن بالنسبه لمن للسلايد. وتتذكرون قلت لكم حتى السلايد من اتحرك من جزء من مكان الى مكان السلايد، اذا ممكن اضيف له نوع من الموشن. اوكي طبعا الحركات جدا هواي، الحركات ممكن اسوي بها حتى موضوع السيموليشن، عمليه محاكاه لاي منظومه لاي جزء
ممكن انه تعمله في مجالك الطبي، اذا تريد تحاكي مثلا عمل صيدليه افتراضيه، اوكي تقدر تستخدم هاي الاشياء وتلك الانيميشن بالاضافه لعمليه اضافه اوديو، اضافه بيكتشرز، سوي عمليه انيميشن تلك البيكتشرز، اوكي ومن ثم ممكن اضيف فيديو او مقطع فيديو معين عن جزء معين يتكلم او عن دراج معين. هذه الاشياء كلها ممكن تستفاد بها مستقبلا، ممكن انه يتهيأ لك فرصه عمل بأن تكون مندوب في شركة أو تكون صاحب مدخر أو تكون صاحب صيدلية. فممكن تستخدم هاي السلايدات، أوكي تكون شغالة عندك وممكن تعرضها على شاشة باستخدام تايمينج معين، أوكي وتلاحظون إحنا بعض الشاشات مستخدميها بالكلية عندنا، إذا أريد نعطي عن نبذة مختصرة عن كلية الصيدلة أو كذا، روح تلاحظون عندنا شاشات كاملة عن الأقسام والفروع وعدد الطلبة والدراسات العليا وهكذا. كذلك في مجال تخصصك الطبي تقدر تستخدم هاي الأشياء، أوكي؟ يعني الإنيميشن بالنسبة للسلايدات هي مهم جدا، بالإضافة إلى استخدام المولتي ميديا وعملية التحريك بالنسبة للأوبجكتس أو بيكتشرز، ومن ثم عملية أدنج للأوديو أو إضافة الفيديو، ومن ثم إعطاء البرزنتيشن مالتي كصيغة مثل ما يقول تفاعلية مع اليوزرز. خلي ببالك اليوزر يحب أشياء بها تكون بها حركة، بها موشن، أي شيء ثابت ما راح ينجذب له، أوكي هذه الأشياء ممكن تعمل من عندها منظومة، ممكن نسوي لها عملية سيموليشن محاكاة لأي جزء خاص بك. مثلا ممكن بعض الأشياء اللي لو طلب من عندك هسه أي بروجكت راح تتجه اتجاه مباشر نحو الباوربوينت برزنتيشن لأنه يحقق لك تلك الأشياء، أوكي وتبقى عملية طريقة العرض مالتك طريقة سلسة وطريقة ممتازة، بالإضافة إلى أنه عندك هاي الفاسيلتيز اللي توفر ليها المولتي ميديا راح تعطيني جو من الارتياح للمتلقي. أوكي هذه الأشياء اللي ممكن نأخذها بنظر الاعتبار واللي هي تعتبر تعطيني منتوج أو محاضرة قيمة، أوكي أو المنتج مالتي ممكن أعرضه بطريقة صحيحة من خلال استخدام كل تلك الأشياء اللي هي لها علاقة بتلك الإضافات أو ذلك الإنيميشنز بالنسبة للسلايدات. كثير تكلمنا كذلك عن استخدام تقنية الألوان اللي موجودة عندنا، أوكي وطريقة اختيارها بصيغة معينة. يعني مرات احنا اغلب السلايدات ولتكن السلايد عندي هنا أنا موجود، اوكي تلك الافكتات احنا مرات نستعين بالفوتوشوب اللي يعطينا بعض الاشياء وبعض التقسيمات بالنسبة للحروف اللي هي ممكن تكون وموجود عندنا الورد ارت، بس الورد ارت ما يعطينا تلك الصيغة او تلك الالوان وتدرجها ضمن اي سلايد اللي موجود عندي. لو تلاحظون هذا السلايد اللي موجود بكل المولتي ميديا اللي موجود من استخدام تقنيات الالوان، عمليه تمييز الشكل عن الخلفيه واللي هي دائما نركز على انه دائما الالوان اللي تستخدم دائما بالباك جراوند اللي موجود لازم تكون مو بقوه الموضوع اللي اذا نستخدمه او قوه الكتابه اللي احنا نريد نظهرها، دائما الخلفيات اللي تكون دائما تكون باهته حتى ما تاثر على المحتوى مالتي، وهذا ما اطلقنا عليه مصطلح الفيجر اند باك جراوند. اوكي هاي الاشياء اللي ممكن تاخذوها بنظر الاعتبار، وان شاء الله بنهايه اخر محاضره ضمن سلسله محاضرات التعليم الالكتروني عن بعد نتمنى انه تكون استفادتوا انا وزملائي اللي هو دكتور حسين ودكتور طارق، اوكي وبوجود سسره معانا ان شاء الله ضمن هذا السمستر، نتمنى انه غطيناه اجمل تغطيه وافضل تغطيه وتستفادوا من المعلومات اللي كانت معلومات جدا ممتازه، اوكي بالاضافه للاشياء اللي ممكن تركزون عليها ان شاء الله الامتحان القادم. انا عندي كويز احتمال انزله اليوم او باكر اي يخص هذا الموضوع اللي هو الانيميشن اند مولتي ميديا، وان شاء الله ما راح اعطيكم وقت كامل باحتمال يوم او يومين حتى ترجعوا لي، ومن ثم تكونون استفاديتوا وغطينا كل المحاضرات اللي موجوده ضمن سلسله ماده الباوربوينت والتي تقع ضمن محاضرات التعليم الالكتروني عن بعد. اللي عنده اي سؤال او استفسار ممكن نسمع من عنده طلابنا الاعزاء.
اللي عنده أي سؤال أو استفسار فيما يخص محاضرة اليوم أو مادة الامتحان. أوكي، أتمنى لكم إن شاء الله استعداد كامل ووافي للامتحان. أوكي، وإن شاء الله تتلافون كل النقاط اللي والهفوات اللي حصلت في الامتحان الأول، وكان لاحظنا بعض النقاط اللي عندكم بها عملية ضعف مو من هذا السمستر، السمستر السابق، عملية التعامل مع الويندوز. إن شاء الله نتمنى أنه غطيتوا كل هذه الأشياء وتوافي، إن شاء الله حضرتوها، ونريد التركيز إن شاء الله على المحاضرات اللي أعطيناها، وتستعدون استعداد عالي للامتحان، ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح، ونشوفكم السنة الجاية إن شاء الله بالمرحلة الثالثة وأنتم متفوقين، وإن شاء الله التخرج. تحياتي لكم شكرا دكتور، شكرا. حبيبي الغالي. أي حد عنده سؤال أو استفسار أنا موجود. دكتور، نعم دكتور، بس بدون زحمة، بالنسبة للواجب رقم 7، دكتور أنا شو اسمه تأكدت من الواجب اللي أرفقته، كان مستوفي كافة الخطوات، بس الدرجة يعني ما جت كاملة، إذا أمكن يعني حضرتك تشوفه مرة ثانية. الاسم، العفو، منار جاسم حميد. منار جاسم حميد منار. لربما مرات عندي السؤال الأول كان عندي، أتذكر أنه هو كان مخطط. أوكي، اي اللي نعم بيه دكتور، درجات 4 طلاب. أوكي، اي نعم دكتور، هذه مرات عندي من ينفتح، ما تنفتح الشكل، ينفتح عندي بس الباك جراوند، فما عرفت انه هل مشتغلين او ما مشتغلين، فبالتالي الجا الى انه انقص. اوكي، بس هل دكتور هو أنا تأكدت يعني من عنده، يعني إنه الشكل، يعني حتى سألت زملائي كان نفس الشكل يعني. صح، هو الشكل اللي ظاهر عندك، بس من تريدين ترسلينه للمنصه من اجي اصلح، اجي فقط الباك جراوند، الشكل ما موجود. فهذه ما ادري هل المساله تقنيه، هل يعني ليش يختفي عندي الفيجر. اوكي، والله دكتور يعني اخذت، حتى فتحته نعم، بالحاسبة وكان ظاهر تماما، لا يعني لا، الخلل مو يمي. فهمت الاجابه مالتي. اي فهمتك دكتور، انا يعني انت اتوقع، يعني اتوقع ليكون الامر تقني، يعني اوكي، بعمليه الارسال يندز عندي. تعرفون ان احنا ده نتعامل مع اوفيس، وهذا الاوفيس هو بيه ملفات، والملفات قد يتعامل معها، قد يتهكر، قد يصير في جزء معين بالمعلومات ما تصل. فعندي انا بعض السلايدات فتحتها القى الباك جراوند، ما القى الشكل فوقه وياي، اي تمام دكتور، ده افتهمك. ما اعرف هل هذا الخلل تقني او الخلل من الطالب ما مجاوب. اوكي، فاضطر الى انه انقص، في حين البقيه لا القى الاشكال مالتهم. فهذه بالارسال، وراح اراجع الإجابة مالتك إن شاء الله. اذا ممكن يعني اذا ممكن شكرا، عادي اسوي له اعادة ارسال يعني دكتور. ما يحتاج، أنا راح أجي أدخل عليه وأشوف إنه الإنترنت إن شاء الله، حتى لو أنتظر ربع ساعة أشوف لحد ما يكمل، لربما مرات يصير عندكم حالة عدم التحميل بشكل كامل. أوكي، اي صحيح دكتور، تصير مرات هذه الحالة، وبالتالي أنتم صح أن تقول مجاوب والإجابة كاملة، بس من تجي توصل للأستاذ السلايد قدامي ألقى بيه نقوصات، يعني مرات أثناء التحميل، وأنا قلت لك مرات ما جت خطأتك، قلت لك لربما الخطأ تقعد. اي صح دكتور، تحياتي منار، شكرا دكتور، تسلم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أكو حد عنده سؤال أو استفسار؟ دكتور ممكن سؤال؟ تفضل، من دكتور، وياي؟ اللي سلم متأخر تنقص درجة. الدكتور هون كان، أنا آخر يوم الخميس سلمت قبل الموعد، بس شنو من سلمت تمام متأخرا، يعني هو آخر يوم، بس ما أعرف يعني كان علي، واحد. نعم طبعا هو يفضل انه هو دكتور هو كان آخر موعد، قال هو الخميس الساعة 12 بالليل، نعم يعني أنا نعم ليش؟ انا اصلا اعطيت الواجب 3 ايام، أيوه بعدين الدكتور حسين اتصل بي قال استاذ شوي الواجب مالتك كان مكثف ويحتوي على جزئين. اوكي، فقال لي ان امكنت تمدد لي، فمددنا الاسبوع تقريبا. اوكي، ايه فبعد الاسبوع من يوصلني متاخر بعد ما لي عذر بالموضوع يعني،
وياي. لا هو هو دكتور يعني على الوقت اللي حكى لك بيه دكتور حسين، يعني مثلا قال الخميس قبل اخر يوم انا سلمت، بس ما اعرف جاني واحد من اثنين اعتقد، لان ما عندي بيه مشكله، بس ما اعرف لان تم متاخرا يعني لهالسبب ما اعرف. المهم هو بالنسبة اللي ما صار تنقيس بالدرجة ذاك التنقيس يعني، فشي بسيط. تمام دكتور عادي، شكرا. تمام يعني تمام. اكو حد عنده بعد؟